بيان رقم 3 لحراك تعديل قرار مرتبات الموظفين الإداريين والمهن التسييرية بقطاع الصحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. نحن موظفين قطاع الصحة ببلدية سبها من ذوي المهن الإدارية التسييرية المجتمعون اليوم الثلاثاء الموافق 24/9/2019 نرفع ونحمل المسؤولية في الدولة الليبية، بداية من المجلس الأعلى للدولة إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية ووزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي كل المسؤولية القانونية والأدبية والأخلاقية والاجتماعية بسبب عدم العدالة في المرتبات، حيث تساهم في خلق طبقات اجتماعية سيكون لها مردودا سلبي، وذلك بسبب عدم وجود آليات ودراسات علمية لجداول المرتبات لكافة مؤسسات الدولة. فالكل يعلم أن هناك تفاوت في قيم مرتبات المؤسسات الحكومية بالرغم من معرفة الجميع بأن معظم العاملين في القطاع الصحي من العناصر المهمشة لما يكابدونه من مواجهة للأمراض الفتاكة بمخالطة المرضى دون أن يكون لهم أي مميزات تحميهم لا قدر الله أو تأمين طبي يلجؤون إليه وقت الحاجة. إننا وإذ نلجأ اليوم إلى الوقوف بشكل حضاري وراقي حيث نؤكد بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي عند هذه الوقفة في حال عدم التجاوب مع المطالب المشروعة، كما نطالبكم بسرعة تدارك الموقف والعمل على دراسة المقترح المقدم من قبل الحراك واعتماده لتحقيق أقل درجات العدالة وتقريب جداول المرتبات حتى لا تكونوا طرفا في تهميش فئة بعينها. والله ولي التوفيق. موظفين المهن الإدارية والتسييرية ببلدية سبها.